فيلم السرب اللي محقق نجاحات كبيرة جدا في بداية عرضه في دور السينما ودور العرض. الفيلم بطولة الفنان الكبير أحمد السقا، وبتدور أحداثه حول إحدى العمليات اللي قام بها الجيش المصري ضد التنظيمات الإرهابية للانتقام من حادثة مذبحة 21 مصري في ليبيا، وتوسع عمليات الجيش لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية المجرمة. فيلم السرب هو استكمال لسلسلة من الأفلام اللي بتصنع الوعي المصري في مصر، وقراءة لهذا الفيلم المهم جدا اللي بيتكلم على يعني ضربة مهمة جدا عملتها القوات الجوية المصرية ضد الإرهابيين في ليبيا. دلوقتي هنعرف مع الأستاذ محمد أدري رئيس قسم الفن بجريدة الدستور معانا على الهواء. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير دكتور محمد، صباح الخير أستاذة بسنت، صباح الخير على كل المشاهدين. صناعة الوعي مستمرة، دراما مصرية آخرها فيلم السرب، قوة وتأثير هذا العمل على وعي المواطن وعلى تذكير المصريين وإنعاش كده الذاكرة بواقعة مهمة جدا قام بيها الجيش المصري والقوات المسلحة. طبعا فيلم السرب عمل من الأعمال السينمائية المهمة جدا اللي بتأتي في ظل سلسلة كبيرة جدا من الأعمال اللي بتقدمها الشركة المتحدة تحديدا بعد سلسلة الاختيار وقبلها مسلسل فيلم الممر وغيرها، لكن فيلم السرب تحديدا له طبيعة خاصة. فيلم السرب هو أول فيلم حربي عن العصر الحديث، يعني لو رجعنا للمسلسلات هنلاقي فيه مسلسلات كتير بتحكي العشر سنين اللي فاتت، لكن فيلم السرب ينسب إليه إن هو أول عمل عن الفترة اللي هي الصعبة اللي احنا عشناها الفترة اللي فاتت، فترة 2014 و15 تحديدا كانت من الفترات الصعبة والتحديات المهمة اللي لازم نحكيها ونحكيها برؤيتنا احنا، محدش يحكيها. الفيلم ده بالنسبة للشق الفني هو عمل فني مميز، مميز بمعنى مميز. انا بنفسي حرصت ان استطلع الرأي جمهور ونقاد، انا لم اتلقى سلبية واحدة. الفيلم الناس كلها بتشيد بيه لدرجه ان الناس اللي بتنتقد بشكل كبير اي حاجه لا اشادت بالفيلم، اشادت انه مصنوع كمان فنيا بطريقه مميزه. بدايه من السيناريو، عمر عبد الحليم اصاغ سيناريو مميز، بنتكلم في 20 خط درامي منسوجين بطريقه مميزه، ما لاحظناش ان في خط لوحده او خط مجرد استكمال دور، لا خالص، الخطوط كلها مميزه. الاستهلال في الفيلم، التمهيد بيقول احنا قدام عمل عظيم، بنفضل في الفيلم وفي التشبيكه اللي احنا عاملينها دي لحد ما بنوصل للذروه، ومن ثم بنعرف ايه الخطوط اللي احنا شغالين عليها. الفيلم بيبدا بالاعمال اللي بتقوم بها القوات الجويه والقوات المسلحه المصريه لتامين الحدود الغربيه، وازاي مصر بتحافظ على امنها القومي في اي مكان دون التدخل في شؤون اي احد. وزي ما حضرتك قلت انه الفتره ما بين 2014 ل 2018 في احداث كثيره قوي حصلت، فالاعمال الفنيه دي هي اللي بتخلي يعني الاحداث دي موجوده في اذهان المصريين. ما ننساش بطولات الجيش المصري ابدا. خليني اتكلم معاك كمان عن الادوار، نفصصها كده بالتفصيل. لو اتكلمنا على احمد السقا، ازاي شايف الدور اللي قدمه، وايه رايك في الحاله يمكن اللي هو عاملها خلال احداث الفيلم؟ أعتقد دور أحمد السقا هو أفضل أدواره خلال السنوات الماضية. دور أعتقد أنه كان مركز فيه بشدة. أحمد السقا الناس هتشوفه بشكل مختلف على الشاشة، دور عالي اللي بيقدمه، الشخصية إحنا في الأول هنعرف هو مين ده بيعمل إيه، وبعد كده هنتفاجئ بحاجات كتير بيقدمه بأريحية. هيقدم إزاي إن كان في أبطال في الظل محدش واخد باله منها، وإزاي إنها قدرت تفيد الدولة المصرية وتفيد الأمن القومي المصري بالأعمال اللي عملوها، وازاي قدموا بطولات. فاحمد سقا نفذ الدور على اكمل وجه، يعني انا بحييه جدا، بشيد بيه. كان في تركيز جدا مع المخرج احمد نادر جلال في بعض التفصيلات، كان في بعض المشاهد مش من المفترض ان احمد كان يقدمها، عادي يستعين بدوبلير او بتتصور بطريقه مختلفه، لكن احمد اصر منها مشهد اللي هو تحت الطيران. ده مشهد صعب جدا جدا، وكان ممكن يحصل له بعض مشاكل في السمع او غيره، بس هو اثر وطلع حقيقي جدا. فانا طبعا بشيد باحمد السقا، دور اعتبره دور عمره. باقي الفنانين هنلاقي محمد ممدوح بشكل مختلف جدا جدا جدا، لما يقدم دور زعيم تنظيم ارهابي ما قدموش بالشكل الجامد الشخصيه الكشره الصلبه اللي احنا نقول عليها الصوره النمطيه، لا خالص، قدم تشريح للارهابي ده جاي ازاي، اتعمل ازاي، بيفكر في ايه، ناوي على ايه. يعني دي كانت تفصيله مميزه جدا، اعتقد انها كانت مبنيه على دراسه كمان قبل كتابه السيناريو. جميل. نيلي كريم وطبعا مبارك، شريف منير،
فريق الطيارين بالكامل، اعتقد ان الناس هتعتبر ان دول طيارين بجد، لان هم اتدربوا مع طيارين في القوات الجويه وقدموا الدور على اكمل وجه. يعني فيلم السرب ومن قبله فيلم الممر وفي الدراما التلفزيونيه الاختيار وغيرها من المسلسلات، شايف الدور اللي بتقدمه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه في تقديم هذه الرساله، رساله الوعي وصناعه الوعي لدى المصريين باهميه هذه اللحظه وما يحدث على الارض. طبعا دور فعال وعظيم جدا جدا، لازم نشيد بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، دور صعب في وقت صعب، لازم نحكي ونقول احنا مرينا بايه وكانت ايه وجهه نظرنا احنا، ما حدش هيقولها لنا. وبعدين الاعمال الروايه الخاصه بينا، الروايه المصريه طبعا. طبعا المرويه المصريه طبعا. وبعدين الاعمال دي تكلفتها الانتاجيه ضخمه جدا. لا الشركه اثرت انها تقدمها بشكل فني كمان مميز، يعني مش مجرد ان احنا بنقول رسائل، لا ده بشكل فني مميز. اللي هيشوف فيلم السرب يعني مش هيقول ان دي رسائل مباشره خالص، بالعكس حدوته ممتعه من اول لحظه لاخر لحظه، بنقول احنا مرينا بايه وعملنا ايه والابطال دول كانوا بيعملوا ايه. صحيح. فده مجهود عظيم من الشركه المتحده، عملت سلسله من الاختيار وعملت حرب وعملت العائدون والحشاشين كمان رمضان اللي فات، كان بيقدم فكره ازاي الجهات او الجماعات المتطرفه بدات، فدي كمان من سلسله الوعي. انتهينا دلوقتي فيلم السرب، اعتقد انه من اهم الاعمال المصريه، وبعد ما يتعرض على التلفزيون زي ما الممر اتعرض، اعتقد كمان الجمهور العادي كله كمان هيشوف الفيلم وهيقول ازاي العمل ده كان عظيم جدا وقدم رساله مهمه جدا. وده الدور بصراحه المهم جدا اللي بتقدمه الشركه المتحده في معركه الوعي، التصدي لاي افكار هدفها هو يعني خلق كده الوقيعه بين المصريين، لكن الحمد لله عمر ما ده هيحصل. كل الشكر ليك الاستاذ محمد قدري رئيس قسم الفن بجريده الدستور.